تأتي مشاركة جامعة محمد بن زايد في هذا العام في معرض أبو ظبي للكتاب في دورته 32 كمشاركة أولى لها في معارض الكتاب، وبحمد الله وتوفيقه شاركت الجامعة بالعديد من إصداراتها سواء رسائل أبحاث الدراسات العليا دكتوراه وماجستير وأبحاث كذلك الأساتذة ونتائج وملخصات وأبحاث المؤتمرات التي أقيمت في الجامعة مسبقا وبعض كذلك كتب الدراسية، كما تشارك الجامعة في منصتها هنا الحضور والمجتمع ب 29 فعالية 29 فعالية متنوعة ما بين محاضرة وندوة وكذلك صالونات ثقافية وكذلك توقيع كتب. جامعة محمد بن زايد لها رؤية منسجمة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى هذه الجامعة أن تبث هذه الرؤية وتوعي بها المجتمع، فلذلك نحن حريصين كل الحرص على أن نكون مشاركين ومساهمين في مثل هذه الأنشطة والمناسبات الثقافية والعلمية.